السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم هاد الكيكة ديال فيستا فيستا اللي كنديروها كل نهار في وليداتنا ولا ضيف جاك على غفلة كتوجديها فيستا فيستا، ثلاثة ديال البيضات فقط. فكنوجدو هاد الكيكة هادي وكيكة تشوفوا معايا يعني مزينها بحاجات بسيطة جدا، غادي نقطعها معكم إن شاء الله تشوفوا. بسم الله، راه مسقيه وزوينه البنات، كتجي رغم البساطه ديالها فكتجي زوينه. قطعها معكم بسم الله، شلون جات رطبه بديك السقوه اللي غادي تتبعوا الفيديو تشوفوها معايا، يعني كتجي زوينه وسهله ديال فيسع فيسع. غادي تشوفوها معايا، انا درت الكيكه بيضه وهذيك السقوه درتها في الكحل، كتعطينا هاد ليطاج هكا وهاد الخطيطه تيجيو زوينين. نتوقع معاكم نوريكم كيفاش كتجي ديك الكثافه ديالها، كتجي زوينه هانتوما، كتجي يا سلام يعني زوينه كتجي. ورطبه ديالكم نهار البنات، غير حيدوا العكس ونوضوا جدول وليداتكم ولعائلتكم ولا جاكم شي ضيف على غير رده. شوفوا كي قلت لكم هذيك السقوه كتجي هكا، هذيك الصوص كتجينا زوينه ملي كنديروا كيكه بيضاء كتجينا عاطيه منظر زوين. شو وكتجي رطبه البنات هانتوما، شتو شحال رطبه كتجي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ولا عجبكم ما تبخلوش ليا اللايك والشيرة. تنقول لكم شكرا لكم كاملين بدون استثناء داخل ارض المغرب وخارج ارض المغرب، شكرا على التفاعل، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه من عندكم. ويلا معايا على الطريقه والمقادير، ان شاء الله يعجبكم الفيديو يا ربي. بسم الله على بركه الله، حضروا الكيكه اللي كتجي يعني سهله ماهله ديال يومين ولا جا عندك الضيافه في ساعه في ساعه. عندنا المقادير ديال الكيكه، عندي ثلاثه ديال البيضات، عندي كاس الى ربع زيت نباتيه، عندي كاس الى ربع سكر سنيده حبيبات، وبالنسبه عندي جوج ديال الخمارات، ساشيه ديال الفانيل تنسين، الا بغيتو ديروا الحامض ديرو، واحد رشه ديال الملح. صافي هادشي اللي غنحتاجو للكيكه. وعندنا الدقيق حسب الخليط، دقيق ممتاز. بالنسبه للتزيين عندي ربع كاس ديال السكر، عندي واحد اي شكلاط عادي هانتوما كتشوفوا، دي واحد 10 ديال القطع ديال الشكلاط اللي غادي نسقيهم بيه، وعندي الفيرميسيل اللي غادي نزين به من فوق. هذوك التزيين فقط، خلي معنا جانب هكا كاس ديال الحليب كيمشوا ما ذكرتو لكم. صافي، وغادي نجيب اناء فاش غادي نخلطها، غادي نخلطها معكم ديال كل نهار كيما قلت لكم كيكه ديال يوميه ولا جا عندك الضيف على غير رده في ساعه في ساعه. كنفقصوا البيض بسم الله، البيض يكون البنات خارج من الثلاجه من قبل، لانه الا كان بارد ما كتجيش الكيكه ديالو مزيانه. عرفت شنو نسيت؟ نسيت ياغورت، علبة ديال ياغورت انا غادي نجيبها. علبة ديال ياغورت انا صراحة كيعجبني ديال البنان ديال الفاني كيعجبوني. صافي، وغادي ندير كما شفتوا معايا درت البيض، غادي نزيد السكر، رشيشه ديال الملحه، وغادي نخلط الخلاطيه داول على الكهربائي اللي تفضلوا. والكهربائي الصراحه كتجي الكيكه ديالو طالعه بزاف، البنت هذه غير 6 مرات خلطو مزيان راه كتجي طالعه، غير حاولوا تخفوا يديكم كتخلطوا فيه مزيان حتى تولي الشكل ديال البيض ابيض، راه كطلع ماشي بالضروره طرب الكهربائي. انا تعمدت ندير لكم نخلطكم بيه باش الكل، كاين اللي ما عندوش طرب كهربائي فلا داعي، الا ما كانش من نعكزو هذا غير الكيكه ديال كل نهار. صراحه انا كل نهار كندير حاجه كيكه ملي كنكون دابا راه كنوجد فيها مع الصباح، يعني مع وقت اللي كنوجد فيه الغداء كنوجد انا الكيكه، اول مخيمرات ولا اي حاجه اللي غنديروا بالكوتي في العشيه كنوجدها الصباح
يعني انا واخا كنوجد في الغداء كنوجد في نفس الوقت شي حاجه الا الحرشه. لا الحرشه انا كتعجبني تبقى سخونه، يعني كتعجبني في ساعتها، ما نبغيش نديرها الصباح ونخليها حتى العشيه، ما كتعجبني كان الا هذوك ديال الفران شويه بعدا ماشي بحال. كما قلت لكم كتستمروا مزيان تخلط حتى يولي الشكل ديال البيض ابيض. كنزيد الزيت غير بشويه وكنخلط باش ما ينزلش لينا البيض. هاد 4 كاس درتو على 3 ديال المرات حيت كنطرب البيض وهذا ما يمكنش ليا، وكنطرب الكهربائي غادي نبقى نخوي بها الخويات هكا كما القاعده. دابا انا درتو على 3، الفران انا مشعلاه من قبل على درجه الحراره 250، غادي نطيبها في الفران اولي الكراك في الفران الكهربائي صافي. غنستمر بحال هكا كي تشوفوا، وغادي نزيد هذاك الياغورت كيكه عاديه، انما ملي غنصاوب على ديك السقوه كتجي زوينه ديال يوميا. حنا ما خصناش نديرو شي حاجه اللي هي مكلفه باش كتعكز، غير ما تكونوش عاكزه حتى البنات. وصيه لكم اللي يعني ضروري كتوجد شي حاجه للكوتي فحاولي اختي توجديها طول لقيتها انت كتحضري الغدا، سواء تكوني خدامه او ما خدامهش ولا عندك شي حاجه من الدار في العشيه كيبقى لك الفراغ بحال كيعني الوقت. غادي نزيد هذيك الفانيا مزيان. لما بغيتي ديروا القشور ديال الحامض ديروا لكم اختيار قشور الحامض، هما تيجيو زوينين البنات كيعطيو واحد اللذة غزالة. انا كتعجبني القشرة ديال الحامض. صافي دابا غنولي نزيد في الدقيق، غادي نجيب هذيك الغربالة باش نغربل الدقيق. الدقيق الا بقاو في ديك الحبيبات ما كتجيش الكيكه زوينه، دائما نغربلوه ولو راه من النوعيه الممتازه لكن دائما نغربلوه. كذلك الخميره ما كنخويهاش في الاول، حتى ثاني مره او حتى الاخير كاع باش تجينا الكيكه طالعه. بعد غادي نزيدها مع الدقيق، بالنسبه للكيكه انا دائما ما كان الصراحه ما كناخذش العبار ديال الدقيق، ما كيمشوا البيض ما تيكونش قد قد، كذلك الدقيق حتى هو ما تيكون كيختلف. حنا نعرفوا واخا الدقيق ممتاز تيختلف، يعني راه بزاف ديال الانواع ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا كتشوفوا معايا. المور راني دهناه بالزبده، رش عليه شويه الدقيق شتو. صافي كنظن صافي كي تشوفوا العود ما خلطناها. غادي نزيد واحد شويه ديال الخل، واحد شويه الخل صراحه زوين ليها. صافي كنحاول نخلطها شويه هكا حتى يتخلطنا داك الخل حتى الاخير. الخل انا عاد كنديرو
مولي دهنه بالزبدة ورشاه عليه الدقيق، وغادي نهز يدي الفوق كيف ما القاعدة، وغادي نصب الخليط هكا. دايما هزو يديكم فوق، هذا هو السر ديال الكيكة باش كتجينا ناجحة. كي اللي كتجيه ما كتنجحش ليه، اول حاجة يعني احسن هذا ديرو هاد الطريقة، وما تديروهاش ثقيله بزاف، وما ديروش خفيفه. درتوها خفيفه البنشي وقع لكم ليها، كطلع حتى الفوق، نحاولوا نخطوها شويه هكا، كطلع حتى الفوق تعاود تنزل الا درتو الخليط خفيف. درتوها ثقيله كتجينا مدقزه وما كطلعش مزيان، على العموم تكون بحال هاد الطريقه هذه. غادي نديها للفران ونرجع معكم. هنا غنجيب هاد الكاسرونه، غادي نخوي فيها هاد الحليب، كاس ديال الحليب. انا عندي الصراحه قياس وقيلة شي معلقه ديال الشوكولا سوداء بدون سكر، غنبغي تعطيني اللون اكثر. صافي، وعلى طول غادي ندير دوك الطريفه ديال الشوكولاط، وغادي نحطهم على النار. نبقى التحريك شويه نحرك، انا هاد ربع ديال الكاس ما غنديروش كله، غندير غير شويه حيت داك مربع ديال الشوكولاط راه محلوين. صافي، غادي نخلطهم شويه هكا، وغادي نديه البوطه نخليه حتى يتقال، يعني حتى يتقال لينا داك الشوكولاط ويذوب بلا ما نديروه حمام مريم، غير نقص البوطه ونبقاو نحركو منحبسوش باش هاد الطريفه ديال الشوكولاط ما يلصقوش لينا لتحت. وها هي طابت يا البنات، يا البنات ها هي خرجتها طابت تحمرت كي تشوفوا. ايوا شوفوا كيف جات طالعه بحال هكا وتشقت مسكينه، جات على شكل الاهرام. غتقولوا يا لاش خديجه دارت هكا، جات يعني تشقات وجات بحال هكا على شكل الاهرام. شوفوا البنات، انا الفران ملي كنشعلو كنشعلو من الفوق ومن التحت، وملي كنطرح فيه الكيكه كنطفي ليه اكيد الفوق. هاد النوبه نسيت حطيت درتها في الفران ونسيت، دازت تقريبا شي 5 ديال الدقائق واقيله، وانا في واحد القاعده كندير واحد الطليله، يعني كنشوف غير من الزاجه بحال هكا، تبان لي راه احمرت شويه من هنا. ويلي كيفاش القضيه، عاد وانا بان لي راه فينا هو راه باقي شاعل من الفوق. ايوا لاله عليكم، طفيت عليها من الفوق، هي بدا طلعت 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 هكا، دارت يعني دارت منها ودارت لي شكل اهرام على اي. دابا الا خرجت لكم هكا واش غنديروا؟ لا باش نحاولوا نقادوا ليها المنظر ديالها، كتشديها تقطعوها من هنا تحيدوا لها هذا الراس، وكتحفروا داك الوسط داخل، كتردوا هذا كيف كان صافي، كتعوضوها وكتسقيوها. اما انا غادي نخليها على هكا، نخلي على مناتها، غادي نسقي، ما دايره غير وليداتي، غادي نسقيها ونخلي على مناتها هكا. بالنسبه لسميتو هذاك الصوص، ها هو، شو البنات حاولوا ملي تكونوا حاطين على البوطه ما تخليوش يدير باش ما يتسقش لكم، بقاو في التحريك التحريك حتى يذوب لكم داك الشوكولاط. وها هو داب كي تشوفوا معايا، وغادي نسقيها بشكل عادي، يعني نخليها هكا جات على شكل الاهرام عادي من ندير ليها. يا ربي اوبا نسيت، ضروري خص يكون عندكم الكوردو باش غادي ندقوهاش تدخل لنا ليها داك الصوص، وهي سخونه ندقوها مزيان هكا باش يدخل لهداك الصوص اللي وجدنا. هانتوما نسيت، وليت حاضيه هكا طلعت بحال شكل اهرامات، وليت غير كنشوف. والله الا قلت شوف، وبامكاني يعني نديرو، ولكن قلت خليه يشوف الواحد من الخطا كيستافد، كنستافدو انه ضروري خصنا نديرو طليله على الفران ونشوفو. واخا هذا خص واحد ضروري الوحده ملي دير شي حاجه في الفرن ما تغفلش عليه، ولو دير ليه درجة الحرارة اللي هي ملفة عليها، لكن ما تعرفه انا هنا دايراها رغم ذلك نسيت شاعل من الفوق. شو ولكن الخطأ انسان تتعلم منه، اي خطأ درناه فكنتعلمه منه. كندقها كمزيان كي تشوفوا معايا، وهي سخونة والصوص يكون بارد ما يكونوش سخانين بجوج. بالنسبة للسقوان ما غنسقيها ما والو، حيت غنديروا لهاد هاد الصوص هذا، فلا داعي باش ندير لهاديك السقوة. صافي، وغادي نسقيها بشكل عادي. غادي نحاول حيت جات هكا طالعة شي غادي يمشي منا شي منا، غادي نحاول بجوج ديال المعلقات باش نحاول نحبس هداك الصوص باش
يدخل لينا في هاد التقيبات اللي درنا. غتقولي علاش ما درتيها، يعني درتها اللون تكون سوداء؟ انا بغيت هذوك الخطيطات يجوا داخلين فيها هي تكون بيضاء، ودوك الخطوط ديال الصوص يكونوا كحلين. هذاك الشيء علاش بغيتو ديروا العجين فيها يعني الشوكولا بامكانكم، هون اختيار الانسان ماشي يبقى دايما تيدير واحد الحاجه. لكن من بعد ما سقيت على الشكل هذا غادي نرش على داك شويه ديال الشوكولاط حبيبات برميسي على هذا الشكل هذا، صافي نزينوا الكيكه ديالي يوميا للوليدات. اول جا عندك شي ضيفه شي هذا في الساعه كتوجديها، كي قلت لكم انا صراحه كنوجد اي حاجه بغيت نديرها لوليداتي كنوجدها، وانا كنوجد في الغداء كنديرها ككيكه مخيمرات مليويات، غير ما كنصورش لكم مع الوقت وصافي. غادي نخليها تنبرد تتبرد ونقطع معكم شويه كيفاش غتجي هذه الاهرام هذه. هنا هي من بعد ما حيدتها من المول وبردات، هي حطاتها معكم غادي تشوفوا معايا كتجي زوينه كي تشوفوها هي كتجي رطبه، وكيجي دوك الخطيطات حاطين لها مع الجناب ديال الصقوه كي تشوفوا. شفتوا ان شاء الله عجبكم لا فيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش اللايك والاشتراك. تنقول لكم شكرا لكم كاملين، ابقى لي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.